انه المستثمرين كثير خايفين هون في تركيا ليجوا عرب يترمجلار تركيا gelmekten bazı korkuları var. وعملاء الأمان برا مثلا في دبي في ألمانيا yerlerde boruyorlar. فنحن اليوم من خلال نائبة الرئيس حابين انه يعني هي تعطينا هيك كلمة تخليهم هن يعني يكونوا كمان مطمئنين يعني ondan bir söz alacağız. Yani لأنه daha huzur vermek için o yatırımcılar بعض الأحيان عم يتعرضوا لضغوط يعني هي أكيد هي ما عم تصل لعندهم أصلا bazı zamanlarda o yatırımcılar basınç altında kalıyorlar yani o olaylardan sizlere belki haberiniz yok sizin ممكن تكون ضغوطات من البلدية ممكن تكون ضغوطات من ناس عامية ممكن بس هي ما عم تصل لعندهم فاليوم حبينا نوصلها يعني gelmedi o şikayet ونشوف هي شو بتخبرنا شو بتقلنا sözünüz dinlemek için geldik. Biz AK Parti olarak ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak aslında yabancı yatırımcı açısından cazip bir hale getirmek için yasal ciddi önlemler aldık aslında. نحن أخذنا خطوات قانونية وفعالة فعلا لاستجذاب المستثمرين الأجانب والعرب إلى تركيا. Ama özellikle de isteriz ki Arap yatırımcılar kendi dinimizden, kendi örfümüze yakın olan yatırımcılar Türkiye'de sermayelerini başka yerlerde Türkiye'de yatırım olarak değerlendirsin. رؤوس الأموال العربية إذا أتت إلى تركيا هذا يكون أنسب لنا وأقرب إلى قلوبنا كونهم إخواننا في الدين. Bu anlamda karşılaşılan sorunlar varsa biz bu sorunlardan haberdar olmamız halinde sorunları çözmek anlamında irade ortaya koymaya hazırız. نحن دائما بنوضع كل إراداتنا وإمكاناتنا إن شاء الله لحل هذه المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب عندما يكون عندنا خبر عندهم. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de yabancı yatırımcı için özellikle ciddi teşvikler verilmektedir. Ve هي دائما تعطي التشويقات والحوافز لحضور المستثمرين الأجانب إلى تركيا. نشكرها كل الشكر شكرا شكرا يعني نحن هلا اليوم حبينا بس نوصل هي الرسالة للمستثمرين ونطمنهم وحبينا يعني منها مباشرة ناخذ يعني الكلام الشافي يعني اللي بيريح القلب يعني إن شاء الله واليوم يعني إن شاء الله أي شيء وهي خبرتنا إنه في تواصل إن شاء الله ف أي شيء نحن حنلاقيه من الضغوطات من كذا ممكن نعرضه عليها يعني إن شاء الله. إن شاء الله. توم بوسكنتلاردان سيزلرا هبر فيراجاز إن شاء الله. ومنشكرها كثير مرة ثانية. شكرا كثير.